مرحبا بكم متابعي قبل وبعد تي في في فيديو جديد. الفصول الأربعة مسلسل تلفزيوني اجتماعي من إخراج حاتم علي وبطولة جمال سليمان وخالد تاجة ونبيل النابلسي والعديد من نجوم الدراما السورية. يكون المسلسل من جزئين وعرض الجزء الأول في سنة 1999 والجزء الثاني سنة 2002، ويتناول المسلسل الحياة اليومية لأسرة شامية والعلاقات الأسرية التي تربط بين أفرادها. فالأسرة مكونة من الأب كريم والأم نبيلة والعمة جميلة، لهم خمس بنات هن فاتن وليلى وماجدة وشادية ونادية، ولكل واحدة منهن طموح وحياة. وفي هذا الفيديو سنريكم كيف أصبح أبطال مسلسل الفصول الأربعة وكيف غيرهم الزمن بعد مرور 23 سنة على عرضه لأول مرة.